بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هو عن الأعضاء الثانوية في الجملة. الأعضاء الثانوية في الجملة هي الدبلنينيا أبردلينيا إي أبسياتلسوا. أول عضو راح نأخذ من الأعضاء الثانوية هو الدبلنينيا، دبلنينيا المفعول. وعما يعبر المفعول بيروية دبلنينيا ويراجايتسا أبويتشنا سوش زويتنمي إي ميسا إمينيامي في كوزفنه وديجاه سبرودلوغمي إي بيز برودلوغف. يعني يمكن التعبير عن المفعول بالأسماء أو الضمائر في كوزفنه وديجاه. الكوزفنية بديجي هي كل الحالات عدا الحالة الاسمية، كل الحالات القواعدية عدا الحالة الاسمية. سبروبلوغمي اي بيز سبروبلوغف مع الحروف او بدون حروف. نبرمير يا كوبيل تيبيك نيغو، يا كوبيل تيبيك نيغو. كوبيل شتو؟ كنيغو. كوبيل كامو تيبيك. هنا عندنا اثنين مفعول اللي هو تيبي كنيغو. تيبي معبر عنه بميس إمينيا بضمير، كنيغو معبر عنه باسم، نيناتهم دبل نينيا. ستودينتي كاتوفتسا إكزامينو، ستودينتي كاتوفتسا إكزامينو. كاتوفتسا كتشيمو إكزامينو. إكزامينو هنا دبلنينيا معبر عنه باسم سوش زويت النية سبروبلوغم كا. أني بودت الزوات يوو زافترا. الزوات شتو؟ يوو. يوو إتا دبلنينيا ورجعتس ميس إيمينيا معبر عنه بضمير اللي هو اليوو. فتروية دبلنينيا موجود ويراجاتس اي بليغاتنمي اي بريتشاسيامي اي تشسليتنمي يسلي اتي ستوا او بترابيليايوس برلاجيني زناتيني سوش زويتنخ اي كلاغولمي بني ابردليون ناي فورمي.